hope for 2021 is to be able to get back to Bethlehem and be with our second family and see how the college is doing. And my hope is for more stability in our communities, our countries, and around the world. نتأمل إنه الأمور ترجع زي أول، الطلاب يرجعوا ويداوموا وجاهي ونسوي نشاطات وترفيه للطلاب إن شاء الله. بصلي إنه علاقاتنا اللي بالخارج ترجع زي أول وزيارات اللي انقطعت بسبب كورونا. بتمنى في هاي السنة إنه نكمل تطوير برنامج بكالوريوس دراسات الكتاب المقدس عبر الإنترنت. بتأمل لهاي السنة إنه ترجع حياتنا طبيعية بالبركات والنعم اللي كنا عايشين فيها بلا ما نقدرها من دون خوف وقلق. هاي السنة بأمل إنه برنامج الماجستير في كلية بيت لحم الكتاب المقدس يتطور ويكون جاهز بحلة جديدة حتى نستقبل طلاب جداد للعام الدراسي القادم. أمنياتي لسنة 2021 هي تحقيق الأهداف اللي وضعتها لخدمة آنية بيده، وهناك كمان أمنية اللي على وشك التحقيق اللي هي التحقت في دراسة جديدة بالإضافة للتحصيل الأكاديمي اللي حصلت عليه في الأعوام الماضية. بتمنى هذه السنة سنة 2021 تجيني الفرصة أني أكمل دراسات العليا تحديداً شهادة الدكتوراه. بتمنى هاي السنة إنه ترجع السياحة زي أول، نرجع نشوف سواح في الجفت شوب. بتمنى هاي السنة يروح مرض الكورونا، ترجع لمتنا في المطبخ وترجع السياحة زي أول. بتأمل وبصلي إنه تكون هاي السنة سنة بركة وإنتاجية. أنا عم بدرس الدكتوراه وبصلي إني أقدر أكمل في هاي المسيرة وأقدر كمان أكون بركة لطلابي هون في الكلية. أنا هاي السنة بتمنى أنه نخلص من الكمامة ومن المعقمات.